العزيز السي محمد نجار، حضرات السيدات والسادة الكرام. فعلا كما قال الأخ محمد نجار، من أعلاق الريف من بني بوعياش ومن بزكير تحديدا، وما لا يعرفه الكثيرون هو أن جميع تقريبا جميع أفراد العائلة الكبيرة كلهم مهاجرين. تقريبا انا وواحد الاخ ديالي اللي لقينا في المريض من اصل 11 اخوه واخوات، هاجروا منذ عشر الخمسينات والستينات، وولدوا اولاد من الجيل الثاني، اولادهم من الجيل الثاني ولدوا الجيل الثالث، اولادهم من الجيل الثالث الان ولدوا الجيل الرابع، الى درجه انه احيانا انا والاخ ديالي اللي كنسميا نعجز عن احصاء جميع العائلات. حضرات السيدات والسادة المحترمين، أنا متفق مع الإخوة اللي تكلموا قبل قليل بعض الأمور. اللي كنتكلموا على الجالية الجاليات، كنتكلموا على واحد الموضوع كبير جدا، لأن كنتكلموا حسب إحصائيات رسمية مازال ماشي دقيقة على حوالي 4 مليون ونص من المغاربة اللي موجودين في كل قارات العالم، ولكن 60% منهم مستقرين في بلدان أوروبا ما بين إسبانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا. ولهذا السبب نبدأ ما نتكلموا في هذا الموضوع، نتكلموا اسمحوا لي على التعبير تراتر، قدام نتكلموا بوضوح. هذا الموضوع لا يجب أن يكون موضوع مزايدات، صحيح؟ لا يجب أن يكون موضوع تصفية حسابات. علاش؟ لأن هذا 4 مليون ونص من المغاربة ديالنا اللي عايشين في إطار دياسبورا، هادو عندهم مطالب، عندهم انتظارات، عندهم تطلعات، عندهم مشاكل وصعوبات، عندهم قلق، وعندهم طموح يعبرون عنه في كل المناسبات على أنهم يكونوا شركاء إلى جانب أبناء الوطن اللي مستقرين داخل المغرب في بناء الوطن. ولذلك لا بد من نتكلموا في هذا الموضوع بدون مزايدات سياسية، ولكن أيضا لا بد من نقولوا الحقيقة، لا بد من نتكلموا بوضوح، ولا بد من نسميوا الأشياء بمسمياتها الحقيقية. أنا كما قال الأخ دريس بشير، حينما اتصلوا بالإخوان المشهورين وطلبوا منا نتكلموا في موضوع قضايا الهجرة في السياسات الحكومية أو السياسات العمومية، واش عندنا سياسة حكومية أو سياسة عمومية متكاملة ومندمجة تجيب تتجاوب على الانتظارات وعلى التساؤلات وعلى القضايا ديال مغاربة العالم ديال الدياسبورا؟ واش عندنا سياسة عمومية بهذا المعنى، سياسة متكاملة ومندمجة؟ أنا لا أشك في أنه أخاطب في القاعة الإخوان والأخوات اللي كيعرفوا ما معنى سياسة عمومية متكاملة ومندمجة. عندنا سياسة عمومية متكاملة ومندمجة. أنا الجواب بكل صراحة وبوضوح شديد، ما عندناش سياسة عمومية بهذا المعنى. عندنا سياسات وبرامج كتختلف وتتعدل بحسب المتدخلين والقطاعات اللي كتهتم بالقضايا ديال مغاربة العالم. وانتم كتعرفوا بانه في بلادنا، وهذا شيء ايجابي جدا، عندنا 14 قطاع حكومي ما بين الوزارات وادارات ومؤسسات، كلها كتهتم بهذا الجانب او ذاك من الجوانب اللي كتهم مغاربة العالم. ما عندناش سياسة عمومية، بدليل أنه حتى البرنامج الحكومي ديال الحكومة الحالية، وكان كل الشباب ديالنا يرجعوا للانترنت يجبدوه، البرنامج الحكومي ديال حكومة السيد عبد الإله بن كيلان فيه واحد الالتزام يهم مغاربة العالم، فيه واحد الالتزام كيقول فيه بأنه ستعمل الحكومة على صياغة وعلى بلورة سياسة عمومية متكاملة. وبين يديه الدستور اللي كيعطيه اختصاصات وصلاحيات
قويه جدا مع عمر تعطات شي رئيس حكومه سابق او شي وزير اول سابق. ما الذي يمنعه من اصدار قوانين واتخاذ مبادرات اللي كتسمح لمغاربه العالم بالمشاركه السياسيه ويشاركوا في القرار السياسي ويشاركوا في الانتخابات الجماعيه والجهويه والوطنيه؟ ولكن هذه عامين ونص ما شفناش مبادره. المخطط التشريعي ديال الحكومه لاجندا ليجيسلاتيف فيها قانون واحد يهم سي سي ام يهم مجلس الجاليه المغربيه، ما فيها حتى شي قانون اخر يهم مغاربه العالم. المجلس الوطني لحقوق الانسان، وهذه بغيتكم اخواتي اخواني تنتبهوا ليها، سجل بانه هذيك القضيه ديال التصويت بالوكاله اللي منصوص عليها بالنسبه للمغاربه اللي عايشين خارج المغرب، التصويت بالوكاله لم يستعمل الا مرتين فقط. 847 مكتب للتصويت لاحظها المجلس الوطني لحقوق الانسان، 847 مكتب للتصويت، هذه التقنيه ديال التصويت بالوكاله لم تستعمل الا مرتين. المجلس الوطني لحقوق الانسان دار توصيه ونحن في حزب الاصاله والمعاصره نتبناها وجمله وتفصيلا. توصيه ما غتكلف لا مجهود مالي ما غتكلف حتى شي حاجه كثيره. توصيه وهو نبدلوا التصويت بالوكاله لفائده المغاربه المقيمين بالخارج باليه اخرى بحال التصويت بالمراسله او التصويت الالكتروني كامله. نبغي نتم معكم الانتباه اخواتي اخواني لواحد القضيه جد حساسه اللي كتهم التعطير الديني لمغاربه العالم. وانا اتفق تمام الاتفاق مع الاخ العزيز، لا بد ما نعترفوا بان الدوله ديالنا دارت واحد المجهود لا باس به للتعطير الديني للمغاربه ديالنا اللي عايشين خارج المغرب. والحكومه كتخصص 120 مليون درهم خاص غير بالتعطير الديني. ولكن المجلس الجاليه المغربي اصدر دراسات ودار تقييم وطني سنه 2008-2009، دار واحد العمل رائع جدا وكبير جدا استنادا على التقارير ديال هيئات مدنيه في اوروبا تشير الى ان هناك خطر محدق يقع في المستوى اللي كيهم التعطير الديني للمغاربه تماما كما قال الاخ. هناك في بعض المساجد انتشار ديال خطاب التشيع. هناك بعض المساجد في بلجيكا على حسب التقارير وكذلك في هولندا دائما على حسب بعض التقارير كتقول بان الائمه سامحهم الله يخدمون الاجنده ديال جماعات اسلامويه متطرفه. وسمعنا تقارير تقول بان عدد من الشباب تحت تاثير هذا التوجيه الديني الشيعي كيمشيو بين قوسين للجهاد في سوريا. وقع التنبيه ديال الحكومه الى خطوره انتشار التشيع في صفوف المغاربه، لان هناك واحد النوع من الانحراف كيوقع فيما يتعلق بالتعطير الديني. وحنا هذه القضيه عثرناها في الكثير من المناسبات ولكن لم نسمع باي جواب جاد من جانب الحكومه. اعرف بانه بديت كناخذ شويه ديال الوقت، الاخ وجاري سمحت لي بجوج او ثلاثه ديال الدقائق. ليله نهار وكتحسب ليله نهار شحال ديال الدوفيز دخل، شحال ديال العمله الصعبيه دخلتوا للمغرب. ولكن الى يومنا هذا ما عمرنا شفنا الحكومه حسبات واحصت العدد ديال الكفاءات الموجوده في اليوم، لانه وقعت تحولات عميقه في البنيه ديال الجاليه. اليوم عندنا شباب متخرج من ارقى المعاهد والجامعات وعندهم دبلومات في مختلف التخصصات. احنا في المغرب الحكومه ديالنا مازال ما عندهاش فكره دقيقه على شنو هي التخصصات وشنو هي الكوادر وشنو هي الكفاءات اللي كاينه، الى درجه انه نعطيكم غير مثال ذكرته قبل قليل الاخت امينه شعاع في الراديو ديال تمازيغ قبل خمس شهور ست شهور. المعمل ديال الاصابير في المحمديه اللي كتعرفوا جميع فاش بغى يصاوبوا ويديروا له تاهيل مشاو جابوا العمال من تركيا باش يديروا غير السجون، باش يديروا غير السجون. واش بالله عليكم حنا ما عندناش شباب اللي عنده التخصص عنده الكفاءات اللي ممكن يستافد منهم المغرب؟ فلماذا الحكومه تحصي دوفيز اللي كتخلي العمله الصعبيه ها هي فيما يتعلق بالتواصل مع المغاربه؟ وعلمنا هذا شيء ايجابي جدا نشكر عليه انه داخل في لقاءات تواصليه والباب مفتوح. ولكن لا بد من الاشاره بان الجاليه ديالنا في هولندا عاشت في اقل من سنه ثلاثه ديال الهجومات المتواصله. المحنه الاولى وهي القرار اللي بغى ياخذه الحكومه الهولنديه
تخفيض 40% من التعويضات ديال الارامل وديال اليدار، واللي مازال معروض على المحاكم، واللي الاخوات والاخوه المهاجرين ديال اللي عايشين في اوروبا مع الاسف ايضا الهجمات ديال ذاك العنصري اللي استهدف المغاربه في الحقوق ديالهم والمكتسبات ديالهم، وكذلك الهجمه ديال اليوم، الهجمه ديال اليوم لانه قد وصلنا اتصالات واخبار بان ما يسمى بمكتب الغش العابر للحدود كيصيفط مراسلات للمغاربه وتطلب منهم النمره ديال لي كارت ناسيونال ديالهم على اساس انهم يدخلوا القاعده ديال المعطيات والمعلومات باش يعرفوا الممتلكات اللي عندهم في المغرب. انا اتمنى من الشباب اللي عندهم في المغرب، انا اتمنى من الاخوان يرجعوا لليوتيوب، لانه هذا السؤال طرحته انا شخصيا على الوزير المكلف بالجاليه وكان الجواب ديالو واضح، واتمنى الجمعيات ديالنا تاخذ على محمل جد الالتزامات ديال الحكومه، لانه داك الشيء اللي كيتقال لنا في الرباط ماشي هو داك الشيء اللي كتسمعوا انتم، وبغينا كل واحد يحمل مسؤوليته. بغيت نضيف نقطه اخيره، وهذا لا شك ان السيد السفير المحترم الدرون غادي يسالوا فيها مزيان، ولهذا الشيء سمعنا وعاد سمعته البارح من احد الاخوان مشكل حقيقي يتعلق تالو تبغي تصل احدى المصالح القنصليه، الو القنصليه المغربيه في روتردام ولا شي مكان اخر تدوز لك اختيار واش تتكلم بالهولنديه ولا تتكلم بالعربي، فتختار تتكلم بالهولنديه ثم تخيرك واش عندك مشكل ديال الباسبور ولا الحاله المدنيه ولا تسجل ولدك ولا تزوج ولا تطلق على حسب المشاكل، تبقى غادي معك التليفون حتى كيوقع اختيار على نوع ديال المشكل اللي كاين، ولكن في نهايه المطاف وهذا الشيء يمكن ان تتحقق به في نهايه المطاف تيقول لك شكرا على مكالمتك. بغينا نتكلموا هذا كيفاش بغينا كل مواطن مقيم في هولندا غير عارف شي يمشي للقنصليه باش يبدل لاكارت ناسيونال ديالو، ماشي ملزم يجي يعاود ثاني الاوراق من جديد. انا لا اعرف واش المصالح ديالنا كاين هادشي، ولكن الا كان السيد السفير المحترم يعني شعر ولا شك انه يشعر باهميه انه تخفيف العبء ديال المصادر البيروقراطيه بحال اللي كاين في التجارب الاخرى، وانا اظن بان هادشي كيتطلب شويه مجهود في الاول، ولكن إذا درنا لكل مواطن واحد التوصي ديجيتال على أساس أنه ممكن نضعوا جزء كبير من المعاناة. كان بودي أن أثير قضايا أخرى تتعلق، لكن ممكن في المناقشة نعاود نتكلم عليها. شكرا وسامحوا لي إذا طولت. شكرا جزيلا.